السلام عليكم ورحمة الله. صلوا على سيدنا محمد إخواني، وعملوا إعجاب للفيديو وشاركوه لعند أصدقائكم على الواتساب. أخبار سارة ومبشرة قادمة بإذن الله تعالى تتم دراستها بالوقت الحالي للسوريين والأجانب على الأراضي التركية. إخواني، اليوم كان في اجتماع بخصوص السوريين، وفي اجتماعات كثيرة عم تصير بصراحة، وهذا الموضوع كتران. هذا الشيء بدل يا إخواني أنه عم يتم البحث عن المشاكل إخواني، أنه بلش وجع السوريين يوصل. إن شاء الله يا إخواني أنه الأيام القادمة رح تكون أفضل، رح تكون أحسن للسوريين. خلوا عندكم الامل كبير اخواني. طبعا من ابرز الامور اللي انحكت اللي هي موضوع جواز السفر اللي خالصه مدته، انه ما يعود ينطلب بالنسبه للاقامات، وانحكى كمان على موضوع الاقامه الدائمه، وانحكى ايضا على عده امور كمان، يعني في كمان امور تانية انحكى عنها. ولكن بالوقت الحالي اخواني هي الامور رح تتقدم للدراسه، وبعد هيك اخواني ان شاء الله بيتم اصدار قرارات بالنسبه لهي الامور باذن الله تعالى. يلي جاي افضل، خليكم متفائلين، خليكم مبسوطين، ولا تحطوا اي شيء ببالكم. ان شاء الله يا اخواني الفرج قريب، بنتامل من الله ان شاء الله الفرج القريب لجميع الإخوة السوريين والعرب. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.